بتعمل ايه يا متفرج يا عم؟ يا عم ما يصحش الناس تقول ايه، بتفتش في حاجتهم ليه؟ سيب بس الحاجه دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشن. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايي في ايه؟ انا بالنسبه لي الطبله احسن منه. اه طبعا، بس بص الصوت ده. جرالك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج. انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمط؟ لا اهو حطيته هنا اهو اهو. هو ده؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا قبلين لقيتها مختلفه عن كل الناس، مختلفه عن سميحه وصباح. بس يا جدع انت الله، صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحه، ما تجيبش سيره صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان معششه. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح استاذ احمد. بالنسبه لموضوع امل، طلب حضرتك مرفوض. ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، انت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقه دي؟ قررت انا احمد توفيق وانا بكامل قواي العقليه ان القي بنفسي امام السياره خلاصا من حياتي والتي لا اريد ان اكملها بدون امل، ولهذا قررت الانتحار. احمد توفيق ليه؟ عشان بحبك يا امل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي اقول لك ان في عندي فرصه مش هتلاقيها عند حد غيري. ودي فرصه ايه دي بقى؟ تصوري يا امل، واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه؟ بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسالكيش رفض دي، كمان مش عايز اقولك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسى، ده زادني اصرارا على اصرارنا. طب انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا ما، الجنون على فكره بيبقى احيانا هو الوسيله الوحيده عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا سوا أنا بقى. لا طبعا يا بنت، خلينا سوا حد أبوك. خلينا سوا. لا أيوة كده يا شيخة حاجة.